قضية كلها حسيت فعلا قديه الام تي في اول شيء محبوبه وقديه الام تي في عندها انتشار كثير كبير. يعني وين ما نكون، تعلبية، سعد نايل، مجد العنجر، البقاع، زحله، كله محل ما غطينا، وسط بيروت ما بط... يعني هول غطيتهم انا يعني تحديدا. لا في منهم غطيتهم انت كمان، الناس ما بحبوك وبيحضرونا. خلينا نشوف الفيديو. بس بقيت طرابلس الوحيده بعيني اروح ما كان يخليني. مش مزبوط. خلينا نشوف الفيديو بس اللي قلت لك عنه. يوم لكم لما الرياده كنا فايتين نشيله. لوين يوم الخطه تبع فخامه الرئيس عجل الديان. اليوم الخطه على الام تي في ما فيك تفوت. لا ما فيك تفوت. لا خلص، فشل عرفتك تفوت على الام تي في. فشل عرفتك. اليوم روق شوي يا شباب، روق شوي. اليوم لازم نحن لا يا خي، نحن بنعتذر. قائد. بس الواحد يكون جايب كل مهنية ليعطيهم صوت، يعني ليوجه لهم الميكرو، ليعطيهم صوت لهم يعبروا على رأيهم. يعني نخلة هون ما تبقى طالك بالعصاية هون عم بقول لي بدي فوت على ام تي في. لا ما فيك تفوت على ام تي في. لا بس بالجيب عصايه العلم طالع. لا العصايه العلم من وراي بالغدر حتى كمان. اوكي ايه على نص راسي من هون. سلامتك بعد ما ورميه فرجيه. فبقينا يومين يعني على جميع الاحوال حسابه بعدين جمعه الجاي. عاد كمان هو بيجي بس بدي فوت على ام تي في، عارف انه رح يفوت على الحبس جمعه الجاي. ليه عن جد؟ ايه يعني هيدا تبع شكيت عليه يعني؟ ايه اللي بده يفوت على الام تي في هو كمان ايام الاحتلال السوري. ايه لو بيقرا تاريخه بيعرف، بيعرف ان الام تي في كانت هي الاساس وهي اللي كانت بالصداره، وهي كانت اللي المنبر. هي كانت المنبر يعني، هي المنبر لهم كمان. صح فهمت علي كيف؟ دفعت الثمن لهذا الشيء ودفعنا الثمن. انت بتعرف غالي وانت ادرى بال صحيح. بس هون عاد في شيء مهم عن جد بتذكر. ايه قعدنا بلا شغل وقتها، قعدنا بلا شغل وقعدنا لاخر شيء. رجعنا شو عم تقول؟ رجع الحق لاصحابه. عم بقول ان اليوم بدنا نميز بين الاعتداءات على الصحفيين. هو اكيد يعني كلنا ضد الاعتداءات على الصحفيين، بس في مسؤوليه عن الصحفي. يعني اعتداء او عن تهجم لفظي بيختلف. اليوم بس الصحفي يكون عم بيأدي دوره بموضوعيه، ما حقول بحياد، لانه يمكن كل شخص عنده انتماء لشيء معين لازم يحتفظ فيه كصحافي، لازم يحتفظ فيه لإله. اليوم بس يكون في صحافي عم يستفز العالم على الطريق، ما فينا نقول ليش العالم ما بدها تحكي معه او يمكن تسبه. للاسف اوكي انا بزعل انه لاقي صحافي ينسب، بس الصحافي ما بده يكون موضوعي بدول تانية ما بقى بيطلع على الشاشات. نحن بلبنان بهيدا المحل الصحافي بيستفز العالم، والصحافي بيكون اوقات بلا تهذيب مع العالم، وبعد شوي بيطلع بيقول انه هو عم بيكون موضوعي. لا في فرق هيك. يعني اليوم اللي صار معه لنخله مش مثل ما صار مع صحفيين تانيين عم يستفزوا العالم. بتعرف يعني عادل احنا هون بقطع عن حديثي يعني. وانا غطيت يعني من الساعه 2 للساعه 3 وشي بعتقد مرتين مباشر حكي معهم كلهم لايف، كلها فاتحين ويندو على المسيره من الجديده من قصر العدل لتحت على نهر الموت كلها مباشر. حتى وقت وصلنا طلعت معهم مباشر، يعني حتى يمكن اكثر من الاو تي في انا مغطي. أي. عرفت علي كيف؟ أي. فبالنهايه صار دائما الا ما يطلع لك حدا هيك يعني فاير دمه. ما في مبرر واحد بس يفور دمه بشكل عام بيعبر بطريقه غلط.